إنه لشرف كبير لي أن أقف أمامكم متحدثا باسم رئاسة جامعة حماة عن تجربتنا مع المنظمة الدولية للتقليص أيضا، وهي اتحاد عالمي ومنظمة غير ربحية تتمثل جهودها بعمل مواصفات ومقاييس موحدة ومقبولة من كل الأطراف والدول لتقييم جودة المنتجات والخدمات المتبادلة. والجودة بالتعريف هي رضا الزبون أيا كان الزبون حسب المؤسسة المستهدفة. وقد قررت رئاسة الجامعة منذ التأسيس أن تضع مبدأ الجودة معيارا أساسيا لقياس جودة الأداء كي تصل إلى الهدف الأساسي وهو الاعتماد الأكاديمي للجامعة عالميا إن شاء الله. وقد كانت خطوة جريئة ومناسبة مع بدء التأسيس، بحيث لم نجد الصعوبات التي تذكر لدى العاملين في الإيمان بهذا العمل المتطور والمتقدم. وعلى المستوى الشخصي أيضا كان لدي الإيمان الكامل باعتماد الجودة منهجا في العمل، لذلك قررت أن أضع أيضا المركز الخاص بي وهو المركز الاستشاري لطب أسنان الأطفال تحت إشراف هذه المنظمة الدولية أيزو، وبدأ العمل وتغيير منهجية التفكير لدى الكادر العامل في المركز إلى أن حصلنا على شهادة الأيزو 9001 نسخة 2015، وهو أول مركز صحي وطبي في قطاع سوريا ولبنان يحصل على هذه الشهادة. أيتها السيدات أيها السادة، إن تجربة الجامعة وتجربة المركز الخاص بي دليل لا يساوره الشك بأننا في سوريا على المستوى العام والخاص لا نزال منتصبين على أقدامنا، نستطيع أن نحقق ما نريد رغم ما نواجهه من تحديات وصعوبات، وأن الشعب السوري شعب حي يتأقلم مع أصعب الظروف وقادر على تحقيق المعجزات. ولا يفوتني أن أذكر أن لدينا في سوريا هيئة متخصصة في هذا المجال وهي هيئة المواصفات والمقاييس السورية، إلى جانب هيئة صناع الجودة العرب، وهي هيئات فاعلة تقدم الخبرة والنصيحة والاستشارة والتدقيق اللازم لأي مؤسسة ترغب في السير بمجال اعتماد الجودة منهجا في العمل. أيتها السيدات أيها السادة، إنه من الواجب الأخلاقي والمهني أن أعبر عن امتناني وشكري للأستاذ حسان الحموي كبير المدققين الدوليين الذي قدم لنا النصيحة والمشورة مع بداية الطريق، وهو مواطن يحمل الهوية السورية إلى جانب الجنسية السورية، ورغم وجوده في بلد الاغتراب لزمن طويل إلا أنه لم ينسى وطنه الأم سوريا، ويأتي إلى سوريا على مسؤوليته الشخصية، وقد غاب عنا اليوم بسبب حادث عرضي تعرض له عند وصوله إلى لبنان، واضطر من الناحية الصحية إلى العودة إلى بلد الاغتراب لمعالجة الإسعافية. وكلف المستشار الأستاذ محمد عرفان عدي والذي يسير على نهج الأستاذ حسان في الإخلاص لمهنته ووطنه. كما أشكر جميع العاملين في الجامعة وفي رئاسة الجامعة الذين لم يألوا جهداً في نجاح عملنا المتطور هذا بإيمانهم أن هذه الجامعة تستحق منهم أن يقدموا لها الكثير، فهي المكرمة العظيمة والغالية من سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وهو القدوة لنا في الإخلاص والتفاني في حب الوطن والذود عن حياضه، وهو يقود المعركة ضد الإرهاب التكفيري بكل اقتدار معتمدا على قوة الله وقوة الشعب، ومن خلفه جيش عز نظيره
يقدم الغالي والرخيص في سبيل الدفاع عن هذا الوطن العزيز.